سلام البنات، مرحبا بكم في القناة نتاعكم. اليوم جبت لكم لاغوسات نتاع المقروط. وشكون ما يحبش المقروط؟ عبانا بلي كامل الشعب الجزائري يحب المقروط، لانه هاد لاغوسات نتاعنا نتاع جدودنا. لاغوسات اللي جبتها بيان سور تاع الجدود، هذه تاع المويمه، بمعنى جداتي. احنا في الغرب نقولوا المويمه، اللي هي الام نتاع الوالده تاعي، ربي يرحمها ويوسع عليها. ورثتها لامي، والام نتاعي عاود ورثتها لي ليا. الان واش يلزمنا في هاد لاغوسات خواتاتي؟ يلزمنا 2 كيلو نتاع السميد يكون متوسط، يلزمنا كذلك 500 غرام نتاع دهان يكون دايب وما يكونش سخون، ويلزمنا كاس نتاع الزيت فوالا كيما هكذا، ويلزمنا التمر. التمر بالنسبه للتمر خواتاتي زمان وفهم شي زمان، مام كي كنا نديروه بالتمر الاخر، نقيوه وهيتو ونفوروه. لكن انا شريت اللي واجد، راكو عارفين مع كورونا والوقت ما كان شيتو، قلت نشري اللي واجد. صح هذا يجي ناشف بارابور الاخر، بمعليش راح ندير لكم لاستيس كيفاش يولي لنا رطب، ومن بعد نوري لكم العقده واش ندير فيها. بالنسبه للتمر راح نديرو يتفور ونرجع لكم للسميد واش نديرو فيه. الو راح نبداو الخلطه تاعنا. بسم الله والصلاه على النبي رسول الله، ان شاء الله راح يجينا شباب بزاف يا البنات. نبداو بالدهان نفرغوه، ونبداو نبسو. بسم الله نبسوه مليح باش ندخلوه. الان راح نعاود نفرغ موراه، ندخل مليح الدهان تاعي ومن بعد نفرغ الزيت ونعاود ندخله. الان راح نديرو الزيت نتاعنا ونزيدو نبسوه مليح مليح، ونخليوه يتشرب الدهان والزيت، يخليوه ليله كامله خواتاتي. نبسوه بيان باسكو السميد يشرب. انا ما نديرلو ني قرفه، فهم شي انا اللي ما نديرلوش، المهم الله يرحمها ويوسع عليها، ويما كيف كيف ما ديرلوش القرفه وما ديرلوش لافاني في السميد، نديروها ان شاء الله في العقده. راح نوريكم كيفاش نخدموا العقده تاع التمر نتاعنا. نخليو السميد، نخليوه هكا سميد برك مع الدهان فقط. فوالا خواتاتي، كيما قلت لكم نخليوه ليله كومبليت شرب. والان راح ننتقلوا للعقده ونوريكم كيفاش نخدموا العقده نتاعنا ان شاء الله بعد ما يتفور التمر. فوالا البنات، رانا فورنا التمر تاعنا، فوالا فورناه. والان واش يلزمني واش راح نخلط معاه؟ خلط حفنه نتاع كاوكاو يكون محمص ومرحي، حفنه هكا تاع اليد، مغرفه نتاع لافاني، مغرفه كبيره، فوالا ملعقه كيف كيف نتاع القرفه، حفنه نتاع زنجلان، وزوج معالق نتاع الدهان. هذه زوج معالق بالنسبه للتمر اللي تكونوا نتوما نقيتوه وحدكم، ولا المشري زيدوا له وحده باسكو هو اصلا يجي ناشف. وعندنا ثاني كما زهر، زوج ملعقات، ونخلطوهم، نخلطوا العقده تاعنا. فوالا خواتاتي، التمر نتاعنا راهو فريمون طري بزاف، يعني كيما اللي نشروه ونقيوه وحدنا. فورتو خطره برك، الا شفتوه ماشي طري زيدو فوروه وزيدو له شويه الدهان فقط. والان واش راح ندير؟ راح ندير حرابش، راح نوجدهم باش كي نجي نخدم تجيني الخدمه نتاعي سهله. اخواتي الحرابش تاعي راهم واجدين باش نبداو الخدمه نتاعنا ان شاء الله.
فوالا اخواتاتي، بيتنا المقرط نتاعنا ولا السميد نتاعنا والسمن بيتناه ليله كومبلي. والان راح نبداو نشمخوه بالماء. عندي هنا الماء وماء الزهر، نشمخوه غير بشويه، تبعوا معايا. نشوفوه بدا يتماسك نحبسو. كي نشوفو خواتاتي يتماسك لنا هكذا، نحطو في الطابلة تاعنا ونبداو نشكلو المقروطات ديالنا. انا نحب نشكلو بالطابع، باسكو كل واحد كيفاش يشكلو. انا عندي واحد الطابع راح نوريه لكم خوتاتي، انا نحب هذا الطابع باسكو قاعد لي فراسي، طابع تاع الميمه الله يرحمها ويوسع عليها. انا نشكل هكا حيجينا شباب بزاف ان شاء الله يا ربي. غير بشويه، اي حاجه خواتاتي يلزم لها الصبر. نحفر انا ونجيب التمر تاعي نكون شكلته. هي دو بريفيرونس خواتاتي ما تقربوهش لهنا التمر، باش كي تقطعوا ما يبانش، ما تبانش الطبره. فوالا نكون شكلته مقبل باش تجيني الخدمه سهله. ندير الحربوش تاعي ونغلق، نبدا نغلق غير بشويه، نخليش كاع التمر يبان. ونعاود نسقم مليح. نسقم المقروطات نتاعي. فوالا جبت لكم لاغوسات نتاع جدودنا خواتاتي، تاع الناس القديمه اللي عندي حنا باش ما يباليش التمر. فوالا ونجيب الطابع نتاعي، نعصر مليح. فوالا باش تشكل لي المقروطه نعاود نكمل هنا. ايوا نجي هنايا هكذا ونقطع. باش تشكلي المقروطة نيشان ونبدا نقطع المقروطة نتاعي بشوية. يخرجوا لي مقروطات. انا هذا هو المقروط اللي كنت ناكلو زمان ومازال نديروه هذا الشكل. نحكم المقروطه تاعي غير بالعقل. فوالا نبدا نسقم فيها كيما هكذا باش تجيني نيشان. فوالا خواتاتي هذه هي المقروطه تاعنا. نعاود ندير لا ميم شوز، يعني نفس الشيء مع المقروطه الزوجه. نسقمها هكا، نسقم كاع الطرف تاعها. فوالا حتى الاخير، وان شاء الله ننتقلوا للقليل. فوالا خواتاتي المقروط نتاعنا انا ندير له هكا، كاين اللي يقلي غير بالحبه، انا ندير له هكا وندخلو الزيت لازم تكون حاميه وندخلو يتقلى لداخل. ومن المقله خواتاتي فوالا، من المقله ديريكتومون نحطو في العسل. فوالا لا سيلا ديريكتومون نعسلو.
فوالا خوتتي، نعسلوه دو فوا، نخليوه يتشرب مليح العسل. فوالا كيما هكذا لازم يدخل في العسل مليح، راهو سخون. نعسلوه مليح في العسيله، باسكو انا راح نعسلو دو فوا، ولا ما شتوش تاع السل مليح نزيدلو لا تخوازيام. فوالا خوتتي، المقروط نتاعنا جا هشيش يهبل، ان شاء الله يكون عجبكم. بالنسبه للطابع انا نحب هذا الطابع ومعسل. هنكسر لكم وحده تشوفوها كيفاش جات من الداخل. شوفوا خواتاتي، شوفوا كيفاش يجي من الداخل، يجي فريمون شوفوا هشيش ومرمل، هشيش بزاف. فوالا هذه لا ريسيت خواتاتي الاصليه نتاع المقروط. بالنسبه للعقده اللي من الداخل انا زدت فيها الكاوكاو، هي في الاصليه ما تزيدش فيها الكاوكاو، يما اللي ولات تدير فيها الكاوكاو، المهم ما كانتش تدير فيها الكاوكاو. ان شاء الله تعجبكم خواتاتي، شهية طيبة وتبقى على خير. على بروشان فيديو ان شاء الله.